السلام عليكم بحضرة العمدة. سلام ورحمة الله وبركاته. بقول ايه يا عمدة؟ ايه طال العمدة واللي عايز العمدة اطلع. يا عمدة بس اسمعني. هو مش قبلك قال لك بعد كده بعدين؟ ما انا جيت بعدين اهو. بعدين. يا عمدة انا هفضل ماشي وراك بشنطتي وحاجتي كده؟ مش قلنا الشحاتة ممنوع في البلد دي؟ My baby started to cry in vain. Say, bo diddle, you know you're not your own man. I say I love you, baby, with all my heart. Please don't never say we're apart. Bold dilly, bold dilly, hills I see. I wanna know if you do love me. منتهى بتقول لي انك ليك طلب مهم يا ابو ليلى. هو مش طلب يا عادل بيه، ده رجاء. يعني يا باشا يعني عايزين نكبر يا باشا، عايزين يكون في ايد تقف في ظهرنا وتساندنا وتقف قصاد اللي يضرنا. وده مين ده اللي يقدر يضرك وانا موجود يا راوية؟ الله يعز مقدارك يا عادل بيه. يعني بعد إذن سعادتك، يعني كرمك وأخلاقك زي ما عودتنا، أنا يعني كنت بتمنى إن حضرتك تساعدنا، تساعد أبو العيلة جوزي إنه يعني يشتغل في البيزنس. بيزنس مرة واحدة؟ آه. بتعرف إيه يا أبو العيلة؟ يعني ممكن أعمل أي حاجة، أي خضار، أي فاكهة، أي محاصيل زراعية على كيفك تيجي لحد عندك. بس نبيعها ازاي؟ وندخل السوق ازاي؟ وليه طلب تاني يا عادل بيه؟ معلش. أنا عارف إن إحنا يعني منزلين عليك ومتقلين، بس أنا ما صدقت أعطر فيك. قول يا أبو العيلة. أنا يعني بقول لو راسي كده بقت براس عثمان والمأمور، أنت تحديداً أي حاجة هتطلبها هتجيلك لحد عندك. مش كده راوي؟ ايوه طبعا 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 يا سعاده الباشا، طبعا يا ابو العيله. خلينا في الموضوع البيزنس الاول، وبعدين بنشوف الموضوع التاني. وماله عادل بيه؟ وماله؟ واحده واحده يا ابو العيله. ماشي، واحده واحده، اتنين واحده، اللي انت عايزه. اشرب اشرب يا ابو العيله. لا بلاش أنا، أنت ناسي النوبة اللي فاتت. واحد وبيقدم أخوه، فيها إيه دي؟ والناس مالها؟ طب بالك أنت يا عمدة وأنا أهو وأنت أهو، بكرة أخوك دي هيجي يبوس إيدك ورجليك على اللي أنت عملته معاه. الله، يعني أنت كنت تسيبه ياكل حرام؟ ده أنت حشته عن الحرام، وكل ما كان منبته حرام آخرته في النار، والعياذ بالله. ده انت ربنا هيكرمك والله، ده انت حشت هو وعياله من انهم يملوا جفهم بحاجه حرام ومنبت حرام والعياذ بالله. ايوه قول يا مبروك قول، انت اللي بتريحني. والله العظيم يا عمده انا ما بقول غير الحق. اها. وانت برضه يا سبحان الله، انت حقاني، بس انت اللي مش واخد بالك من الحكايه دي. وهذا فضل من الله ونعم. والله انت عجيب. يعني عجيب كده وغريب عليك شويتين. كأنهم بصحيح والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين دي؟ والله معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا الإمام الجديد للجامع. أهلاً 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 وسهلاً يا ألف مرحب. الكرسي يا مبروك بسرعة. أهلاً وسهلاً، معلش اللي ما يعرفك يجهلك يا سيدنا الشيخ. أهلاً وسهلاً. خطوة عزيزة. مولانا. أشكرك أشكرك. اتفضل. ما تأخذنيش يعني أنت يا سبحان الله شاب صغير يعني. ايوه يعني احنا لا مؤاخذه يعني متعودين يعني ان الشيخ ده بيبقى راجل كباره كده يعني و
يعني انا ما ينفعش يا عمده ولا ايه؟ لا 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 تنفع وكل حاجه، انت ما شاء الله حتى شكلك سمح كده ما شاء الله. اسم الكريم ايه؟ عيسى عبد التواب محمد. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا اسف يا عمده اني جيت لك في وقت خلاف بينك وبين اخوك، اعذرني. هتعمل ايه في طمع البني ادم؟ معلش. اي والله طول ما البني ادم طماع مفيش خير في الدنيا. بقى النفس اماره بالسوء. ايوه اماره بالسوء، والعين ما يملهاش الا التراب. بس كويس اول ان انت جيت بالعجل. اي والله اصل انا شديت جواب للحكومه عشان يبعتوا الشيخ هنا بسرعه، وهم استجابوا اصل انا ليا تقل عند الحكومه. ايوه امال ايه؟ ما ده فضل من الله ونعمه يا عمدتي، واكيد مولانا عارف الحكايه دي قبل ما يجي. اصل بعيد عنك عندنا واحد راجل متلقح في الجامع ليل نهار عمال يقول كلام كده بيهزي ما تفهمش بيقول ايه، وسبحان الله ما تعرفش هو الكلام اللي بيقوله ده صح ولا كلام غلط، ومبرجل دماغ الناس وملخبطه. ايوه وما تاخذنيش يعني، يا سبحان الله كان يلبس الحق بالباطل. انتوا قصدكوا الحاج محمود؟ حاج ايه؟ ده لحاج ولا شافها اصلا؟ جاب حاج منين ده؟ نعرف ده واحد هربان من بلدهم، ده من الصعيد، ما تفهمش جاي هنا ليه؟ عليه طار ولا عليه زار ولا انت شفته؟ انا قابلته وشفته وباين عليه راجل طيب. يقول لك راجل طيب. طيب طيب ايه يا مولانا؟ طيب ايه يا اخي؟ اتق الله والله العظيم يا سبحان الله باين عليك انت اللي طيب. اسكت اسكت ربنا ما يوريك. ده ميه من تحت تيبن ما تعرفوش انت، اسال ناني. وعايز نصيحتي ابعد عنه خالص، ولا ليك صله بيه، ابعد عن الشر وغنيه. انا جاي لمهمه محدده وهي الامامه في الجامع، وماليش صالح بحاجه تانية. كل اللي عايز اسالك يا عمده، انا هبات فين؟ لا دي بسيطه جهزناها لك. خد يا غفير انت. نعم ايه يا حضره العمده؟ تاخد سيدك الشيخ ده لحد دار القديم، تفتح له الباب وتسيب له المفتاح وتمشي. حاضر. بعدين تروح دار اني تخليهم يحضروا له عشوه كده حلوه تليق بمقامه. حاضر. بلاش موضوع العشاء ده يا عمده. يا سيدي ما تعشتش تفطر. اشكرك، بلاش موضوع الاكل تمام، يعني كفايه عليك موضوع البيات. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلام. نورت الكفر يا مولانا. اهلا وسهلا. بقول لك الشيخ محمود طيب. بقول لك ايه يا عمدتنا؟ ايه؟ والله باين كده ان شاب الدين هيطلع ازرق من اخيه. اقسم بالله انني خايف الراجل ده يتعبنا اكتر من الشيخ محمود. يا سيدي ما تخافش، لو تعبنا نشد جواب تاني لمجلس اداره الثوره وهم يغيروه، امال انت فاكر ايه؟ ايوه ما هذا فضل من الله عظيم. بس كده بقى انا اروح لان الصداع هياكل دماغي، هروح انام. عليا يا عمده تنام ايه؟ انت عايز تلحق ست الحسن والجمال قبل ما تنام. بيني وبينك يا مبروك، دي حفيظه دي طلعت مقلب، ومش اي مقلب، دي مقلب زباله. ايوه يا سيدي. ربنا يهنيك يا عمدتنا. بقول لك ايه، وانت كمان بقى كده يعني مش ناوي تعملها وتتجوز؟ اتجوز ايه؟ شوف الراجل، اتجوز ايه؟ ما خلاص المره ماتت وخدت الخير كله معاها. ايه ايه اطلع من دول. عموما عروستك عنداني بنت كده شيرحه وبيرحه، البت حمديه. حمديه؟ ايوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي حمديه دي يستعيذ من هولها الشيطان نفسه. وبعدين دي متجوزها يا عمد؟ يا سيدي بسيط، نطلقها وتتجوزها انت. حرام. حرام تجوزها لي يعني يا عمده؟ وبعدين انا راجل وافي لمرات الله يرحمها. طب خلاص خليك انت مع الذكريات. السلام يا عمده. انا مش عارف عقلك كان فين بس يا سلوان. بقى يا راجل توصل عمده لكده وتخليه يعمل عامله زي دي ازاي؟ وليه بس كده؟ ايوه صحيح على قولك يا زناتي، يعني انت ما انتش عارف يا سلوان اخوك عثمان؟ ما انت عارف انه في مواضيع الحق والمستحق دهيا بيركبوا 100 عفريت. الهي تنقطع ايدك يا عثمان يا بعيد. ماشي يا عثمان. ماشي يا اخويا يا ابن امي وابويا، ماشي. الراجل يا اخويا اتجنن، الطمع ملا عينه. يا ريت شطان كديته تبقى معروفه. بس بقى والنبي وبالامانه عليكو ما حد يجيب سيره ان انا جيت طيبت سعلوان ودويته. سامع يا حسان يا اخويا؟ ليه يعني يا زناتي؟ هو يعني العمده هيعمل ايه يعني لما يعرف انك جيت ودويت سعلوان؟ يجوز يعني العمده يزعل ولا ياخد على خاطره مني. اه اه طب بقول لك ايه، ما انتش مدوي ومش شارب الشاي بتاعك كده، ويلا قوم اتحرك. خلاص يا ستي ما تزوقيش كده. سامع يا حسان يا اخويا؟ أنا ماشي. سلام عليكم. شوف الراجل الخواف. طب والختمة الشريفة اللي هقول للعمدة إنك أنت جيت وما داويتوش؟
خيوب عليك راجل. بقول لك ايه يا علوان، انا مش عايزك تتهور، ولادك يا اخويا محتاجين لك. انا اتهنت وكرامتي بقت في التراب يا فهيمه. يقلعني مالته ويضربني بالكرباج زي العبيد، يبقى ناقص ايه تاني؟ ما ناقص حاجه، احنا الحمد لله عندنا حته ارض ومعيشانا زي الفل. اسكت يا فهيم، مش عايز اسمع الكلام ده تاني، فاهمه؟ اسمعوا يا اولاد، عمكم كل حقكم، ولو مت خليكم فاكرين انه خد ارضكم وانا ابوكم وامكم، ومهما طال الزمن يا اولاد ما تنسوش ابدا. حاضر يا بابا. ولو سمعت انكم سبتوا حقكم مش هسامحكم ولا ارضى عنكم. امي حرامي وخد حقنا يا بابا. خلاص بقى يا علوان. اسكت يا فهيم، انت مش حاسه بالنار اللي جواي؟ ومين قالك؟ انا حاسه وعارفه بكل حاجه. السلام عليك يا شيخنا صغير السن يا كبير العجل والمقام. انت وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمود اتفضل. خد دي تلفها من نمسك. ايه ده ايه ده ايه ده يا شيخ محمود، دي سخنه. امال ايه سخنه؟ طبعا عمايل ام الغايب، دي غدوه صغنطره كده من فضل الله. تلاقيك هفتان راجل عازب وقاعد لحالك، رم عظمك باكل بيتي. والله ما كان له لزوم يا شيخ محمود. استنى يا شيخ رئيس الله يخليك، اوعى تكون عم تصور. لا لسه بظبط المسافة هون. ايوة يا صلاة النبي. الله اكبر. يا كريم يا رب. النبي يا شيخ احسن ايه؟ دي صورة رح نبعتوها قوس ان شاء الله يعلقوها هناك. يا مسهل يا رب. وقف كده زين. كده تمام. كان قلت لي يا شيخ كان جبت الجلابية الثانية، عندي واحدة جديدة والله بنمة. دي حلوة قوي. ماشي يا يلا ابتسم يا شيخ محمود. طالع كل كده نه. ايوه يلا ابتسم. واحد اثنين ثلاثة. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ألا ترنمت في صلاتي ولا قيامي ولا قعودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ويا ليالي الهناء ليلى عودي لأخضر منك عودي. لولاك يا الله الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. الله يفتح عليك. وعليك. ايه رأيك؟ ننفع مطرب؟ خايف حضرة العمدة يصحى وده لو صحى. يا اخويا بلاش لت وعجن، خد المفتاح بقول لك اعمل لي نسخة عليه وتعالى اوامك. طيب وانا هعمل لك فين بس دلوقتي زيه؟ هلاقي فين واحد فاتح؟ اتصرف يا حسان اتصرف ودير اللي هو عايزه، اهم حاجة المفتاح يبقى عندي قبل الفجرية. كل دي فلوس يا فاطمة يخرب عقلك. يا اخويا على قد اللي انا عايزاه. اخلص بقى يا حسان. طب وانا هجيبه لك ازاي بعد ما اطلع عليه؟ يبقى تعالى لي تحت الشباك ونونولي زي ذكر البسة. دي دي نونو. ايوه تنونولي زي ذكر البسة. نونو نونو وان شاء الله نهق كمان. يعني هنزلك اخد منك المفتاح. يلا اتكل على الله. حاضر. يلا يا خوي.
واه يا محمود، يعني انت طول المده الفايته دي كنت واخد مكانه مش بتاعتك، طلعت فوق المنبر وانت مش كديه ولا كفء ليه، وهو يا جهلك يا محمود. يا رب يا رب عاد انت عارف باللي جواي وعالم اني ما كانش قصدي اني في يوم من الايام اضل الحد ولا اقول كلمه واحده مش في كتابك ولا في شرعك. يا رب يا ايه الحكايه يا شيخ محمود؟ يا رب حكايه حكايه واعره قوي يا ام الغالي. الحكايه اني طلعت فوق المنبر وخطبت في الناس وعملت نفسي عالم، وانا كل اللي قريته كان كتاب في التفسير وعلم الاحاديث، افتكرت اني كده بقيت عالم خلاص، ويحق لي افتي واقول ده حلال وده حرام. ايه ولما انت ما تقولش وتفتي حلال وحرام، مين اللي يقول بس يا شيخ محمود؟ مش اللي زيي، لا أصحاب العلم الواسع يا أم الغاية، الناس اللي درسوا وقروا كتير وبحثوا كتير. أنا ظلمت نفسي يا أم الغاية، ظلمت نفسي يا أم الغاية، كنت فاكر إن الإمامة سهلة. يا رب يا رب اغفر لي يا قهار يا رحيم، يا رب اغفر لي يا قهار يا رحيم، يا رب اغفر لي يا قهار يا رحيم. محروس استنى اني جايالك. لا استني خليكي، انت لسه بدري عليكي شويه. لسه بدري ده ايه؟ انا مستنياك بقالي شهور، اخص عليك كده تسيبني المده دي لوحدي؟ انا جاي اقولك انه خلاص وقت قليل قوي وهتبقي معاي، وبعدين اني مهما غبت انت معايا على طول. النبي صحيح، طب وليه مش دلوقت؟ لسه بدري، لسه بدري يا مناري. أنا فضحت حسان الشيطان اللي عارف كل حاجة ومرضيش يقول كلمة الحق. حسان ده غلبان يا مناري. غلبان ده إيه؟ هو كل واحد يعمل عملة سودة نقول عليه غلبان؟ ده شيطان غلبت عليه عيشته إن شاء الله. بس يا محروس أنت ليه بتغيب عليا كده؟ هقولك بعدين، أنا لازم أمشي دلوقتي. Thank you.
القمر عامل ايه؟ اوعى ايدك من عليا ولا تلمسني، انت متحرم عليا حرمانيه الاب والاخ. ليه كده بس يا بنت الحلال؟ كده يا اخوي انت ما تلمسنيش خالص، روح لحفيظه بتاعتك، روح لحفيظه اللي قاعده في قلبك يا اخويا ومستربعه وشاطر، بس تقعد تقول لي فيش في القلب الا فاطمه بطي فاطمه بطي. طب ما هي دي الحقيقه، ابص كده اهو من غير كلام اهو، ده انت اللي لي والحته الجوانيه. طب قولي بس انت عايزه ايه واني انفذه لك في التو والحال. دار لوحدي. لوحدك ايه؟ لا ابقى انا معاكي. ايوه ما انت هتبقى معايا يعني عشان نستريح من الغم ده. ايوه صحيح، ونبقى براحتنا انا وانت يا بيت، ونبعد عن القوقه دي. ايوه وتتكتب باسمي. لا شفت مش انا قلت لك مستخسر فيا حته الدار؟ خلاص خلاص خلاص، تتكتب باسمك وخمس فدادين. لا شوفي يا فاطمه، اللي يحب العمده ما يطلبش منه فلوس وما يطلبش منه ارض، ده انا اللي باخد الارض. وهي احسن مني في ايه؟ ها؟ رد عليا يا اخوي، حافظه احسن مني في ايه عشان يتكتب باسمها 150 فدان، وانا اللي ما حلتش قرات وغلباني. ايوه امال ايه؟ نسيت، هي ينفع تكتب خمس فدادين باسم واحدة هتجيب لك حتة الواد وبعد كده تطردها في الشوارع؟ ايوه صح، ايوه صح، امال ايه؟ هي انت بتقولي دي، افهميني بقى، تعالي كده وافهميني كويس. الارض بتاعت حافظها دي بتاعتها هي اصلا اساسا، انا ما اديتلهاش حاجه، ده انا اللي راكب على الارض دي واخدها منها. وبعدين بلاش بقى حكايه تحمل وتولد وتترمي والكلام العبيط ده، ده انت ست الستات وبنت البتات وحلاوه الحلويات. اكتب لك الخمس فدادين يا ستي ولا تزعل. يسلم لي فمك يا توت، يا عمده قلبي، عمده فكري، عمده البلد كلها. ايه ده؟ ايه اللي انا فيه ده؟ ده انت تستاهل تشوف دلع ما شفتهوش قبل كده. وريني يا بنت وريني. انا هوريك. وريني يلا. اهلا يا حبيبي. عم الشيخ محمود موجود؟ عاوزه ليه؟ عشان انا عايزه في كلمه كده. طب انت مين بقى يا شيخ العرب؟ انا مدولي ابن حمدي العلاف. اتفضل. يعني هو موجود الاول ولا مش موجود؟ ايه؟ ما انا قلت لك اتفضل يا سيدنا الشيخ. ما يجوش ولا يصح ادخل الدار الا اذا كان رجل البيت موجود. هو الشيخ محمود كان علمنا وقال لك ده في الدرس. اوه يا شيخ متولي. تعال اتفضل اتفضل. اتفضل تعال سكه وطريق. الشاي قوامة، شاي معتبر للشيخ متولي. ازاي الحال؟ يلا عاد فرحني. حفظت؟ حفظت صم، بس انا رحت الدرس في الجامعة لقيت هناك شيخ تاني كده، شيخ صغير قد اخويا جابر الكبير، ولما شافني قلبي يقول لي تعال اقعد ويا العيال، قمت سايبه وشيلك على دارك. اخ اسمعني عاد يا عم الشيخ متولي، فتح مخك معاي. قالوا ايه؟ الاعتراف بالحق؟ ايه؟
فرض؟ لا فضيلة. فرض وفضيلة ينفع؟ وعشان الحج حلو كده أنا راح أعترف بالحج يا ولدي، وأقول لك وأقول لنفسي قبل منك إن الشيخ اللي انت ريته في الجامع ده واستصغرته وقلت ده كد جابر أخوي، ده يا ولدي عنده علام واسع، متعلم وقاري كتير، يقدر يفيدك أكتر مني بكتير. الشيخ اللي انت ريته في الجامع ده اسمه الشيخ عيسى يا ولدي. يعني يا حبة عيني لسه داخلين على الجد، تقوم انت يا ابو العيلة تعكنن عليا وتعكنن على روحك باللي ما تتسمى لوبينيا دي؟ ايه احنا مش قلنا فضها سيرة البت لوبي دي؟ مش خلصنا من الموال دي؟ معلش، ما انت لسه هتشوف ستات وبنات من كل شنكان وميعه وسهوكه من كل حته. وغلاوتك عندي ما حد شفته ولا لسه هشوفه يملى عيني الا انت يا روي. عيني يا عين، بقيت تعرف تقول كلامي طيب الخواطر اهو. انت تتخاف منك قوي يا ابو العيله، بس تعرف لو عرفت ان انت هتستندل معايا. دي كلام يعني كده استاهل الحرب. انا بقول المفروض اصرت الموضوع دي. وخلينا في المهم، احنا ايه اللي يخلينا نكمل شغل باسم عادل بيه؟ ليه الشغل ما يبقاش باسمنا احنا؟ طول ما الشغل كله باسم عادل بيه محدش يقدر يجي جنبينا ولا يدوس لنا على طرف في اي حاجه تخص شغل عادل بيه او شغلنا مع اي حد تاني. هنستفيد ايه احنا لما الشغل يبقى باسم عادل بيه؟ احنا لازم الشغل يبقى برسمنا احنا، لحسابنا احنا. انت لساك مش فاهم حاجه يا ابو العيله. طول ما احنا في حمايه عادل بيه يبقى المال مالنا، طول ما احنا بنعمل له اللي هو عايزه له بيطلبه. يعني بصراحه يعني ساعات كده أحس إني زي الأطرش في الزفة. تنوريني كده. أطرش في الزفة؟ طب والنعمة اللي خلي البلد دي كلها تحكي وتتحاكى عن أبو العيلة وجه أبو العيلة وقوة أبو العيلة وأبو العيلة سيد الرجال. أنا هقول لك بقى، عادل بيه ده من البعوات الكبيرة قوي من قبل الثورة. هو الوحيد اللي قدر يحتفظ بجزء كبير جدا من الأراضي بتاعته، وكمان عارف يخبي كل فلوسه من عيون الحكومة. ما أقولكش بقى عن علاقاته بالناس العلية وحكومة الثورة، وكمان البشوات اللي كانوا قبل الثورة. يعني تقدر كده تقول يا أخويا إيده طايلة يمين وشمال وشغال في كل حاجة. طب إيه قولك بقى إنه عنده مراكب صيد كبيرة وصغيرة في المينا كمان؟ طب وإيه حكاية البنات الفلاحين دي؟ حكاية غريبة قوي. ده البت الشغالة اللي عنده زي فلقة القمر، أحلى من البت مسعيدي ألف مليون مرة. إيه اللي يخليه يبص لواحدة فلاحة زي دي ويدفع فيها كل الفلوس دي؟ دي لازم أكبر من البيه المأمور والعمدة كمان. عمدة إيه ومأمور إيه يا راجل؟ عادل بيه ده لو رضي عننا هتقول على العمدة والمأمور يا رحمن يا رحيم. يا رحمن يا رحيم عجوز. هو ماني بقى راح اشوف المزارعين وهعمل معاهم ايه؟ مش عايزين عادل بيه يقول علينا ان احنا بنتكلم وخلاص، لازم نشوف عمل. انت لسه فاكر يا راجل؟ ده انا قمت من النجمه وكلمت ابو مسعده وقلت له يقول لكل الفلاحين ان احنا هنشتري محاصيل الارض بتاعتهم، ومش بس هنا في البلد، لا وفي البلاد اللي حوالينا كمان. وانت عملت كده امتى؟ وانت نايم يا عينيا. انا راويه يا ابو العيله وانت لسه ما تعرفنيش كويس. انا لما احط حاجه في دماغي بعملها صح، واعملها صح قوي كمان. ما هو باين، باين قوي. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. صدق الله العظيم.
السلام والرحمة والإكرام يا مولانا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أبو ده شيخ متولي بقى. ده الحاج متولي. من العيال صحباتي وإخواتي وعيالي اللي بحفظهم القرآن. أنت خابر عاد، أنا ربنا ما ادانيش عيال. دول عيالي. الحاج متولي كان جالك قبل سابقه في كربالة. كنت قاعد مع العيال انت ما تديهم الدرس وقلت له تعال اقعد مش قلت لك كده خاف وهابك وجاني رمح الحق الحق يا شيخ محمود انا لقيت شيخ غيرك هناك في الجامع عايزك تنوره وتعلمه شويه اصول حديث شويه تفسير وبما يفتح الله عليك عاد انت ابن مين يا متولي انا متولي ابن حمدي العلاف الواد الملعون اللي اسمه ابو العيله دي يا عمدي عمال يلف على كل الفلاحين اللي في البلاد اللي حوالينا اللي عنده قراد زي اللي عنده فدان هو والوليه اللي اسمها راوي عمالين يقولوا لهم هنديكوا في المحصول اكتر من اللي بيدفعوا لعمده عدمان وهنديكوا الطاق اتنين وتلاته كمان ايه ده؟ ايه الكلام ده يا مبروك؟ الكلام ده حقيقي؟ امال ايه يا عم؟ ايه اسال انت من وراي اللي اسمها راوية دي مش ناوية تجيبها لبر يا عم وانا ياما قلت له هاتها يا عمده واكسر سمها من دلوقتي عشان ما الفاس تقع في الراس ما تقولش ما حدش نبهني ولا نصحني وهي اللي اسمها راويه دي والكحيان اللي اسمه ابو العيله دي هيجيبوا الفلوس دي كلها منين يعني؟ جرايه يا عم ما انت فاهم وعارف كل حاجه اللي اسمها راويه دي نزوله واحده مصر تهزلها هزتين تجيب شيء وشويه استغفر الله العظيم ده الخلق للخالق ربنا يستر على ولانا يا عمدي طب اسمع يا مبروك شيع حد للمأمور هو اصله مبقوق منها على الاخر ايوه خلينا نشوف حل الحكايه دي ما بقاش بقى الا الست دي كمان اللي هتدور البلد على كيفها يا نهار اسود ده احنا نلبس طرح المهم اطلع والله يا اختي ما انا عارفه هو ناوي على ايه انا عمال اصبر فيه كده وما فيش فايده ده لا بياكل ولا بيشرب انت لو تشوفي وشه بقى زي الكركم انقهر يا حبة عين انقهر وقهرة الرجال صعبة بس هو يا ناس فاضل ايه فاضل ايه يعني بعد ما الاخ يعمل كده في اخوه لا اله الا الله هي القيامة هتقوم ولا ايه يا ما نفسي امسك في رقبة عتمان دي وانزل فيها نهش كده تصدقي يا فاطني علوان كان عايز يقتله وانا اللي قلت له لا ما توصلش لحد كده ده مهما كان اخوك ما يحصلش بناتكم كده قال واللي يجي لها عزرائين الموت بيتفرفر قدامي وانا بهبلي اروح انجده اسمعي يا فهيم انت لازم يا اختي تاخدي حقك ايوه امال ايه اوعي تخلي الخوف يلجمك انت وجوزك عن حقكم عثمان ممكن يجي عليه يوم يطردك من الدار اللي انت فيها دي ويقول ان دارك مبنيه على ارضه فيكي من يكتم السر في بير يا فاطمه اصلي مره كده يعني كنت سمعت عثمان وهو بيتكلم مع حفيظه في اوضه النوم وكان يعني عمال يقول لها على علوان وحق علوان والفلوس اللي راحه وجايه بناتهم والكلام ده يعني انت فاهمه بقى يعملها قادر وكافر قالوا يا فرعون ايش فرعانك؟ قال ما لقيتش حد يلمني بنتي يا فاطني احنا عمالين ناخد وندي كده في الكلام ونسيت انه جوزك وبتنامي في حضنه بنام في حضنه بس جيت ميته بعيد عنك اني خلاص مت من يوم ما اتطلقت من ابو العيله وزبانيه ومش هيهدالي بال غير لما اخد حقي يعني مش خايفه لا راح اقول له ده مهما كان اخو جوزي وعم عيالي هتروحي تقولي للي بعتر كرامه جوزك قدام خلق البلد كلهم ولا هتروحي تقولي للي خلى العيال يزفوه ويقولوا من ده بكره بقرشين يا فهيمه الاخ اللي بجد هو اللي يحب اخوه ويخاف عليه ويبقى ظهره وسنده مش اللي بعتر كرامته وياكل حقه وبعدين يعني ده الواحد مننا لما بتجيله وجيعه بيقول اخ وبعدين الواحد مننا لما يتحط في زنقي بيقول يمين يقول يمين لو احتاج لحاجه كده ولا كده ولا حتى عيل
يعني انت عايزه تفهميني ان لو علوان عي يا فهيمه هتروحي تقولي لعثمان؟ لا طبعا يا فاطمه، اخاف يا اختي يموته ولا يسمه. يبقى لازم تحرسي يا اختي وتاخدي بالك من نفسك ومن عيالك كمان، وتفكري وتشوفي هتجيبوا حقوقكوا ازاي. الدنيا خلاص، وبعدين حرصي كده على عيالك، لا تصحي فجأة تلاقي نفسك مرمية انت وهما في الرشاح. اي والله الدنيا يا اختي ما بقاش ليها امان. يلا بقى فوتك بعافية. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وهنا يا أخوانا نلاقي ربنا ذكر لنا كلام القتيل الشهيد وتجاهل تماما كلام القاتل. علشان كده القاتل رفع ايده وهدد اخوه تاني. قام القتيل رد بهدوء وقال له ايه؟ اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فكر وقعد واصر انه يقتل اخوه. خلاه مره نايم تحت الشجره وقام قتله. وبعد ما قتله لقى الجثه قدامه. هيعمل فيها ايه؟ هو ما كانش فيه دفن، ما كانش لسه حد اتقتل يا اخوانا. فقام ربنا بعت له ايه؟ بعث الله له غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. الغراب قدامه غراب ميت. الغراب ضم جناحات الغراب الميت وحفر بمنقاره في الارض وقام حطه بالراحه كده وبهدوء جوه الحفر وردم عليه بالتراب. هو ده بالظبط اللي عمله قابيل فاخوها بيه. حفر حفره وحط اخوه فيها ودراه بالتراب. وبعد ما دراه ندم. ندم يا اخوانا. فاصبح من النادمين. ندم ليه؟ علشان هو عرف ان هو دفن الاقوى والافضل. وإن هو الضعيف والأسوأ. القوة بإيه؟ أقوى وأفضل منه بإيه؟ مش بالجاه ولا بالفلوس، أقوى منه بالتقوى. وحدوا الله يا أخوانا، وحدوا الله. لا إله إلا الله. يا دي النور يا دي النور، النبي تدور نور نور على نور. فيه ايه يا اخوي؟ مالك يا عثمان؟ مالك يا حبيبي؟ وشك مزنهر كده ليه؟ سيبيني دلوقتي يا فاطمه، سيبيني. انت زعلان ولا ايه يا عثمان؟ خير يا اخوي؟ مين اللي زعلك؟ انا مش زعلان، انا متضايق. بعد الشر عليك متضايق يا اخوي؟ ايه يا عثمان؟ لا يا حبيبي أنا مش عايزك تشيل حاجة في نفسيتك. آه هو أنا يعني مستغنية عنك؟ ده أنت اللي يزعلك يزعلني واللي يقهرك يقهرني. ده أنا من غيرك ولا حاجة يا أخوي. لا ما تعملش في نفسك كده. كلامك حلو يا بيت ويريح. قطعت حفيظة اللي ما قالت كلمة من دول ياك تطق من جنابها ما تعرف إيه اللي نابها. لا اخسى عليك يا عثمان، اخسى عليك. بقى اني بقى قاعده معاك وعمالين نتكلم سوي وفجاه كده تجيبي سيره حفيظه؟ لا انا زعلاني زعلاني خالص. لا انا واخده على خاطري قوي يا عتماء. ما خلاص بقى يا فاطمه، ما تزوديش على هم هموم. بعد الشر عنك من الهم يا اخوي. ان شاء الله هي اللي تطق من همه وما تعرف مين اللي جنبها. ايوه امال ايه، الهي تمتصف نظرها البعيده. بقول لك ايه يا اخوي، انا مش عايزك تضايق نفسك خالص. انا هروح اعمل لك كوبايتين ليمون. لا هعمل لنا كوباية واحدة ونمزمز فيها احنا الاتنين، بس هروح الأول استحمى وغير هدومي كده ونكمل كلامنا فوق. لا بقولك لو هتستحمي اطفي بقى على الليمون ونستحمى سوا.